هذه قناة العار، هذه ليست قناة إعلامية، قلتها من قبل وأعود وأكررها، هذه قناة إجرامية، قناة مفسدة، قناة السعيد والعصابة. لا يعقل أن نعتقل السعيد أو نطيح بالسعيد ونطيح بطرطاق ونطيح ونبقي على صاحب القناة وهذه القناة. هذه قناة يجب أن تغلق، وتغلق حالا حالا، وصاحبها يعتقل، ليس فقط لأنه جاسوس وقد أثبتت ذلك وثائق أمريكية، ولكن أيضا لأنه يقوم بتخريب هائل، وهو أحد أعمدة الإمارات في الجزائر. هذا المجرم صاحب القناة هو عمود أساسي للإمارات في الجزائر، والإمارات استراتيجيتها الرئيسية هو هدم كل الشعوب، كل الأوطان، لكي تقوم إسرائيل الكبرى، وتستعين بكل الطرق بما فيها هذه القنوات البائسة المجرمة التي تنشر كل الأكاذيب وكل البروباغندا. إذن إخواني، أنصحكم لا تتفرجوها، لا تشاهدوها، لا تشاركوا معها، لا تدخلوا إلى برامجها، لا. الآن النقطة الأخرى التي أردت الإشارة إليها هي الإطاحة ببشير طرطاق، الجنرال بشير طرطاق صاحب مول الشينيول. أطلقت عليه قبل سنوات أنه صاحب مول الشينيول، لأن بشير طرطاق هذا وهو الذي قاد المخابرات منذ 2014، هذه اللي يسموها الدي اس اس، اللي ورثت الدي ار اس، قادها في البداية سرا من الرئاسة، ثم أصبح رئيسها علنا بعد سقوط توفيق في 2015. هذا بشير طرطاق من أجرم العسكريين الجزائريين اللي يعرفهم الجزائريين. هذا كان في التسعينات يقتل بيديه، يقتل بالسلك، يقتل بالمارطو، يقتل بالشينيول، كان مجرما 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 قل له نظير. وهناك شهادات إن شاء الله إذا كان هناك وقت نعد نشرها، وكان إخواننا في كتاب التعذيب اللي نشروه وأشرف عليه أخونا البروفيسور عباس عروة مع ثلة من كتاب الجزائريين ومن المختصين، أثبت بما لا يدع من مجال للشك الطرق التي كانوا يمارسونها، وطبعا بشير طرطاق كان أحد المشرفين عليها. سقوطه ممتاز، رحيله ممتاز، أنا أعتقد أنه معتقل أيضا، وليس فقط لأنهم يعرفون أنهم إذا تركوه سيهرب، وهو لديه ملفات كثيرة على كبار الجنرالات ويستطيع أن يزعجهم بشدة، ولذلك أنا أعتقد أنه يعتقل، وأنه في هذه اللحظات ربما يستجوب، ويستجوب أيضا بقسوة. مع ذلك نحن نطالب الذين يستجوبون عناصر العصابة هذه ألا يمارسون معهم العنف غير الضروري، ولا يمارسون معهم عنف يمس بأجسادهم أو يمس لا، لابد أن يبقى ذلك دائما في إطار احترام كرامة النفس الإنسانية مهما كان المجرم ومهما كان الفاعل. هناك طرق ضغط شديدة ممكن يعرفوها إذا يستطيعون أخذ المعلومات بدون أن يمسوا في كرامة الإنسان أو في جسده. نحن ضد التعذيب مهما كان فاعله ومهما كان الضحية. إذن لكن الخوف الآن هما أنهم ما دامهم لم يعتقلوا هذه عناصر العصابات، أن واحد كما طرطاق هذا يستطيع، إذا لم يعتقلوها نعتقد أنه معتقل، لكن إذا لم يعتقلوا هذا طرطاق يستطيع أن يهرب، وهو لديه الملفات كثيرة، وهو هرب ملفات من قبل، يعني هؤلاء ما يشتغلوش ببساطة، يعني يقعدوا هربوا ملفات، وعلى الأرجح هذه الملفات راهي مهربة في دول مثل فرنسا ومثل الإمارات ومثل دول أخرى. كل الأنظمة الاستبدادية هذه التي تحكم المنطقة العربية كلها متواطئة مع العصابة الجزائرية، كلها كانت مع النظام الجزائري، كلها بلا استثناء، صحيح على درجات مختلفة، صحيح بطرق مختلفة، صحيح أن الإمارات ليس مثل
مثلا السودان أو قطر، صحيح كل هذا صحيح، لكن كلها راهي مرعوبة. هل سمعتم من مكان واحد، من عاصمة عربية واحدة مثلا رحبت برحيل بوتفليقة وبسقوط عصابته ورحبت بالثورة الجزائرية هذه؟ أبدا، ولا عاصمة واحدة. إذن بالنسبة لنا نحن كل هذه الأنظمة العربية تواطعت مع العصابة ونهبتنا وأكلت أموالنا وخربتنا، ولم يعني قطر الجزيرة كانت تقدم صورة تقريبا أنت أحلام على الجزائر، تحدث على الجاز في قسنطينة وتتحدث على كل ما هو تافه، وما لهم تبريراتهم، ويقول لك لدينا وما عندناش مكتب، ما يهمنيش تبريرات، أنا يهمني ماذا يصدر. ولحد الآن هذه الأيام مش راهي تدير قناة الجزيرة، راهي تبرر وتبرز في جماعة مقري، يعني الإخوان كما تعتقد أنهم هما الإخوان في الجزائر هما جماعة مقري، وهذا ليس صحيح، لكن مع ذلك هي وش راهي تدير؟ راهي تبرز فيهم. حتى كاتب واحد كاتب لي تعليق قال لي جايبين مقري وجايبين عسول ومانيش عارف، يقولوا الوجوه الجديدة في الجزائر، يعني مقري وعسول وجوه جديدة في الجزائر، وجوه جديدة في الجزائر، خلونا من المسخرة يا جماعة الجزيرة، خلونا من المسخرة هذه وكفوا راهو بتغطية مهنية ولا ابتعدوا عن الجزائر. أنا شخصيا لا أريد أن أدخل الجزيرة شخصيا يعني، وقد عرض علي قبل أسبوع أن أشارك في أحد البرامج واعتذرت، وبإذن الله إذا بقوا بهذه التفاصيل ولم يعتذروا للشعب الجزائري على الفترة اللي غطوها بطريقة بائسة لن ندخلها، إلا إذا اعتبروا أنهم تغطيتهم لم تكن مهنية وأنهم كانوا يغطون. هم لهم تبريراتهم، يقول لك احنا عندنا معاركنا في الإمارات والسعودية، هذا يخصكم، إما تديروا تغطية مهنية موضوعية ولا ما تديروهاش. يعني يصبح مقري، أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع مقري ولا مع غيره، بس ما تقدموش للناس، الناس تعرف مقري، وبعدين الناس لما تشوف مقري وانتم تحلبوا على مقري والى اخره، الناس راح تنظر لكم باللي راكم انتم تتلاعبوا وانتم تريدون اعاده انتاج النظام.